بطولات وبيتكلموا على شعبيته الكبيره اللي اكتشفوها كمان في وسط هنكمل كلامنا يا كابتن حشيش، ولكن خلينا نروح لزميلنا محمود شوقي نطمن منه على بعثه النادي الاهلي. محمود ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله كابتن اسلام، تحياتي ليك وكل الزملاء الاعزاء الاخوه الكبار الكابتن محمد حشيش والكابتن هاني رمزي. اهلا بيك. اهلا منورين يا محمود. طمنا على البعثه وطمنا عن مباراه بكره. والله الحمد لله كل الامور تسير بشكل رائع. بعث الاهلي زي ما قلت لك يا كابتن اسلام قبل كده بتضرب الامثال في الالتزام والشكل اللائق اللي يليق بمكانه الاهلي. لكن خليني ابدا معاك من النهايه اللي انا سمعتها معاكم من شويه وقت تصريحات النجوم والمدربين والمسؤولين عن الاهلي وقيمه الاهلي. التصريح اللي قاله ميلو الكابتن فلومينيندي البرازيلي النهارده ده سمعناه كتير جدا في البطوله، من بدايه البطوله او قبل البطوله بيومين كمان، واحنا بنسمع نفس الكلام الرائع اللي على الاهلي باعتباره هو الرمز الافريقي دايما المشارك في كاس العالم للانديه. لما يقول ان الاهلي هو ريال مدريد افريقيا فهو طبعا لم يكذب ولم يجامل، لان هو شاف الاهلي كتير في البطوله واتعرف كمان على الاهلي عن قرب وشاف خصم عنيد خلال المباراه السابقه حتى لو كان هو الفائز وهو المتاهل لنهائي كاس العالم. النهارده الامور صارت بشكل طبيعي جدا في معسكر الاهلي، استيقاظ في الباكر بشكل معتاد، لعيبه برضو خضعت لبعض الجلسات الاستشفائيه طبعا عشان الضغوط الكبيره البدنيه. امبارح الاجازه اللي حصل على الفريق كان لابد منها طبعا بالتنسيق ما بين كولر والجهاز الطبي، لعيبه كتير حصلت على الشفاء كان مطلوب في هذا التوقيت الصعب. النهارده كولر اتكلم قبل التمرين، اكيد حضرتك اكيد نقلت تصريحاته او كلمته على تصريحاته، لكن اللي انا اقدر اقوله لك من انطباعاتي من الحديث معاه، انا اتكلمت حتى كمان كان ليا شرف ان انا اتشاور معاه في بعض الامر يعني سريعا. الفكره كلها تتلخص في انه الاحباط وضياع الحلم الكبير هل يؤثر على فكره المنافسه على البرونزيه؟ فالراجل قال لا، انا دلوقتي لازم الاهلي يفوز بالبرونزيه، وده الكلام اللي مقتنع بيه كل اعضاء البعثه والمقتنع بيه كل اللعيبه. كمان اتكلم على الضغط البدني، قال في ضغط بدني كبير لكن بكره هيكون الحماس اكبر من اي امور سلبيه اخرى. كمان اتكلم على الفرص الضايعه بشكل كبير، قال احنا بنضيع فعلا فرص لكن اضاعه الفرص محتاجه مزيد من الوقت للتخلص منها ومن علاجها. كمان عجبني تصريحات نجوم الفريق النهارده ابرزهم علي معلول، وانا سالت سؤال واضح النهارده كابتن اسلام وكابتن هاني بشكل واضح، انت كلاعب كبير او احد كباتن الفريق ايه هو دورك دلوقتي او بتتكلم مع اللعيبه في ايه بالظبط قبل موقعه مهمه بكره على برونزيه كاس العالم للانديه؟ فالراجل قال بشكل واضح انه لا وقت للكلام، كل اللعيبه اللي مشاركه في كاس العالم للانديه عارفه قيمه الحدث، كنا بنتكلم معاهم قبل كده فعلا في تفاصيل كتير، لكن دلوقتي كل اللعيبه عندها رغبه في مصالحه جمهور الاهلي والحصول على برونزيه. هي عجبني جدا الكلام ده يا محمود، عارف ليه؟ لانه يعني في ظل هذا الاداء انا بعتبر الاداء اللي عمله النادي الاهلي في انا ماليش دعوه بحد انا بعتبر ان الاداء اللي عمله النادي الاهلي في المباراتين اللي فاتوا اداء رائع من وجهه نظري باستثناء تلت ساعه ولا حاجه، وبالتالي في ظل هذا الاداء الرائع ويطلع يقول ان احنا عايزين نصالح جمهور النادي الاهلي، اعتقد ان ده شيء جيد جدا يعني. وده ان دل فبيدل على كلمه قالها كابتن هاني في بدايه كلامه النهارده او من امبارح او من اول امبارح كمان من بعد المباراه، ان احنا عايزين نحول الزعل والغضب اللي جوه اللاعبين الى طاقه ايجابيه في مباراه يوم الجمعه. مظبوط يا كابتن اسلام، وهو كمان مارسيل كولر اكد على ده واشار لده، قال لك احنا كنا احق بالفوز على بطل البرازيل في المباراه السابقه، لكن خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لنا. انتوا شايفين حتى كمان ان هو مبتسمين ومقبلين على المباراه بروح معنويه عاليه، وانا شفته النهارده في التمرين روح معنويه الحمد لله طيبه. اللعيبه طبعا كانت حزينه امبارح جدا، لكن النهارده خلاص في تفكير في 90 دقيقة مقبلة، وبالمناسبة طبعا في حالة الوصول للمباراة ده تعادل بنهاية الوقت الأصلي، مفيش وقت إضافي في ضربات ترجيح على طول، عشان كده النهاردة أحد فقرات التمرين الأخير قبل مواجهة بكرة شملت التدريب على ضربات الترجيح. يا رب ما نوصلش لهذه المرحلة ويقدر الفريق إن شاء الله يحسم المباراة بشكل مبكر. لكن كل الناس في الفريق النهاردة وكل التصريحات أكدوا على قوة البطل اليابان، ده كان كلام قفشة النهاردة اللي قال إن بطل اليابان فريق سريع وقوي ويجب احترامه. وقال كمان جمله عجبتني جدا يا كابتن اسلام، اصعب من المباراتين اللي فاتوا.
قال جمله مهمه تؤكد لك برضو ان اللعيبه بتفكر ازاي. قال انه احنا ممكن نكون بنذاكر المنافس كويس لكن مش بنقلق من المنافس، احنا بنحترم المنافس. دايما في الاهلي بنحترم كل المنافسين سواء فرق كبيره او شهيره او فرق صغيره، لكن ما بنقلقش من حد. تمام. مواجهه بطل البرازيل ما كانش فيه قلق لكن ما كانش فيه توفيق. طيب محمود خلينا نطمن على الحاله البدنيه للعيبه وخاصه كوكا، يمكن كان امبارح واول امبارح كان في كلام ان هو عنده اجهاد وفي عنده بعض التدريبات الاستشفائيه، حالته ايه؟ يعني الحاله العامه للفريق بالاخص كوكا يعني. تمام يا كابتن هاني، كان ليا شرف ان انا كلمت حضراتكم وكشفنا لاول مره عن عدم البدء بكوكا اساسيا امام بطل البرازيل لو تفتكروا، بسبب حاله الاعياء اللي كانت موجوده فيه او التفضيل ان هو يلعب المباراه اللي بعد كده احسن. بالظبط، كان في لغط كتير جدا حول كوكا على وجه الخصوص، وناس حملت كولر فوق طاقته ازاي تسيب تطلع كوكا رغم ان نفس الناس دي كانت بتنتقد ان هو دافع بيه. عموما كوكا النهارده شارك في المران بشكل كامل، انا اطمنت عليه بشكل مباشر وشكل خاص لانه كان هو الوحيد تقريبا عليه كلام. الحمد لله النهارده شارك في التمرين بشكل كامل، مفيش اي شكوى من اي نوع لا بدنيه ولا غير ذلك، بالتالي هيكون احد ادوات مارس الكره خلال المباراه. كهربا كويس، محمد عبد المنعم كويس، كله كويس. الحمد لله كل اللعيبه شاركت المران بشكل كامل، مفيش اي شكوى من اي نوع. كابتن اسلام، المران النهارده اشتمل على فقرات بدنيه وفقرات فنيه مهمه على الضربات الثابته وبعد كده على الضربات الترجيح الاقرب في تشكيل بكره ان شاء الله. شوف انا ما بحبش دايما اقول او ادخل في منطقه التوقف، هل سيكون هناك تغييرات؟ لكن اعتقد ان في بعض اللعيبه في وسط الملعب هيكون لها دور الى حد ما. شايف في نص الملعب الاخيره في نص الملعب ربما يكون له دور في فكره السيطره على نص الملعب من عدمه. طبعا في النهايه ده قرار كولر ومعاونيه، لكن اللي انا اقدر اقوله لك بشكل واضح ان تدريب النهارده بالذات كانت الامور طيبه، لعيبه كتير مرشحه للمشاركه، وان شاء الله يكون المردود رائع. هنلعب اكتر من 11 يعني بكره ولا ايه؟ 14 وجوه. هنلعب بكل الاسلحه يا كابتن اسلام. بكره المباراه على فكره على ملعب الامير عبد الله الفيصل هيبقى 27,000 متفرج. اوكي. وجمهور كبير جدا من الاهلي باذن الله، باذن الله يكون موجود. النهارده في اعداد من الجماهير جايه من الرياض، وحتى كمان كان عاوزين نوصل رساله للشناوي ورفاقه، ناس قاطعين 1000 كيلو عشان يرجعوا بالبرونزيه، وان شاء الله اللعيبه تكون على قدر المسؤوليه وقدر الحدث وقدر الحلم، حتى لو الحلم كان مركز ثالث مش النهائي، لكن ما فيش مشكله خالص الاهلي يضم ان شاء الله بكره ميداليه جديده الى دولاب البطولات الكاس الدولي. عاوز اقول لحضرتك انه يعني ماتش بكره او كاس العالم للانديه والنهائي تسبب ايضا في نقل مباراه الاتحاد والنصر في الدوري السعودي من ملعب الجوهره، هتلاقي في ملعب الامير عبد الله الفيصل اللي هيستضيف ماتش بكره بين الاهلي وبطل اليابان، وحكمه امريكيه طبعا ده اكيد عارفين هي اللي هتدير مباراه بكره باذن الله، والحكم البولندي اللي ظلم الاهلي في ضربه جزاء كهرباء الفاضحه يعني هيكون هو اللي بيدير نهائي المونديال باذن الله، وخلاص يصدر الستاره على بطوله ناجحه من وجهه نظري على المستوى التنظيمي وعلى المستوى الجماهيري وعلى مستوى الاداء الفني لحد كبير. صحيح. نشكرك طبعا محمود، وباذن الله تحياتنا طبعا لكل البعثه، وبلغ اللعيبه كلنا في ظهرهم ان شاء الله، وكلنا بندعي لهم وعندنا ثقه كبيره جدا جدا ان شاء الله ان نحصل باذن الله على البرونزيه الرابعه في تاريخ النادي الاهلي. شكرا جزيلا محمود. يعني عرفنا كل الاخبار الخاصه وبالتالي التغييرات